صل بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطالب يوكل اللي بيكون أذكى طالب في المدرسة، وبنعرف إنه تم اختياره كرئيس لمجلس الطلبة، وبتظهر بعدها الطالبة يومن اللي بتكون من أسرة غنية جدا، وبنعرف إنه تم اختيارها كنائبة ليوكا رئيس مجلس الطلبة. وبيكون يوكا ويومن معجبين ببعض من فترة طويلة، لكنهم بيكونوا متكبرين ورافضين يعترفوا بمشاعرهم لبعض. وبعد ما يوكا ويومن بيروحوا لمجلس الطلبة علشان يبدأوا شغل، بتقول يومن إنها لو اعترفت له بحبها هتقلل من اسم عيلتهم. وفي نفس الوقت بيبدأ يوكا يتكلم مع نفسه وبيقول إنه متأكد إنها معجبة بيه، لكنه بيكون عايزها تعترف له بمشاعرها هي الأولى. وبنشوف بعدها إيزومي صديقة يومن راحت لمجلس الطلبة، وبنعرف إنها المساعدة بتاعت يومن بتساعدها في شغلها. وبتبدأ وقتها إيزومي تتكلم مع يومن بتقولها إنها كسبت تذكرتين للسينما، وبتعرفها إن في أسطورة بتقول إن اللي هيروحوا للسينما مع بعض هيتجوزوا. وبعد ما إيزومي بتقولها إنها مش عايزة تذاكر وتقدر تاخدهم، بيظهر ساعتها صاحبها توشا وبياخد التذاكر من إيدها. وبنعرف بعدها إن توشا بيكون المساعد بتاع يوكا، لكنه بعدها بيسيب التذاكر وبيمشي. وبعد لحظات بنشوف يومن بدأت تتخيل إنها راحت ليوكا وطلبت منه يروح معاها للسينما، وبيبدأ يوكا يتخيل هو كمان بيكون عايزها تروح معاه. وبنشوف بعدها يومن بدأت تفتكر اللي حصل معاها من كام يوم، وبنعرف إنها اللي راحت لصندوق البريد بتاع إيزومي وحطت جواه التذاكر. وبتكون يومن عارفة إن صاحبتها يومن عندها شغل مش هتعرف تروح للسينما، وبنعرف إنها كانت مخططة لكل ده علشان يوكا يطلب منها تروح معاه للسينما. وبعد ما يومن بتروح ليوكا وبتسأله إذا كان طلب منها تخرج معاه للسينما، بيقولها يوكا إنه مش مصدق كلام الأسطورة وما عندوش مشكلة يروح معاها. وما يوكا بيسألها إذا كانت عايزة تروح معاه للسينما، بنلاحظ إنها بدأت تضايق علشان رد عليها بسؤال، وبتكون مش عايزة تكسر غرورها وتقوله إنها موافقة. وبعد لحظات بنشوف يومن راحت المكتبة وبتفكر في خطة جديدة علشان عايزة هو اللي يطلب منها تروح معاه للسينما. وساعتها يومن بتكلها فكرة كويسة وبتاخد الكوتشينة وبتروح تطلب منه يلعبوا مع بعض. وما يوكا بيسألها عن نظام اللعب، بتقوله يومن إن اللي هيكسب يقدر يطلب من التاني طلب هو عايزه. وبيبدأوا بعدها في اللعب، وبيلاحظ يوكا إنها مش بتلعب كويس وعايزاه يتغلب عليها. وساعتها يوكا بيعرف إنها عايزاه يكسب علشان يطلب منها تروح معاه للسينما، لكنه بعدها بيكسب ومش بيطلب منها أي طلب. وبتلاحظ بعدها يومن إن التذاكر اتاخدت من مكانها، وبتعرف وقتها إنه عرف بخطتها وأخد التذاكر. وبنشوف بعدها يوكا إداها تذكرة واحدة وبيقولها إنه مش عايزها، وبيعرفها إنه هياخد التذكرة التانية ويروح للسينما بكرة. وما يومن بتقوله إنها كمان هتروح للسينما لوحدها، بيقولها يوكا إن هما ممكن يتقابلوا هناك بالصدفة. وبتبدأ بعدها يومن تضحك وبتقوله إن ده مش هيحصل بسبب إنها مش بتآمن بالصدف زي معظم الناس. وبعد ما يومن بترجع للقصر بتاع والدها وبتبدأ تاكل، بتقول بعدها للموظفين بتوعها إنها هتروح للسينما. وبيكون الموظفين مستغربين منها علشان مش بتروح للأماكن اللي فيها ناس كتير، وبيعرفوا بعدها إنها عايزاهم يساعدوها علشان تتقابل مع يوكا بالصدفة. وفي نفس الوقت بنشوف يوكا كان بيتكلم مع والده وأخته الصغيرة، وبيعرفوا إنه هيروح بكرة للسينما. وبيكون والده متضايق علشان مش بيركز في مستقبله، وبيقول انه عايزه ينجح في الامتحانات كالعادة ويجيب الاول على المدرسة. وفي تاني يوم بنشوف موظفين يومن بدأوا يراقبوا تحركات يوكا، وبيبلغوا يومن في السماعة علشان تتقابل معاه بالصدفة. وبتنجح بعدها خطة يومن بتتقابل معاه بالصدفة، وبيروحوا بعدها الموظفين الاستقبال علشان يختاروا الاماكن اللي هيقعدوا فيها. وبعد ما يوكا بيختار المكان اللي هيقعد فيه، بيكون عايز يقول ليومن تختار الكرسي اللي جنبه مش بيعرف. وفي نفس الوقت بنشوف يومن كانت عايزة تقعد جنبه وعايزة تسأله عن رقم الكرسي بتاعه، لكنها بتمسك نفسها على آخر لحظة ومش بتتكلم. وساعتها يوكا بيقولها إنه شاف لليافطة وبعدها اختار الكرسي بتاعه، وبيكون عايزة تشوف الرقم اللي على اليافطة وتعرف مكانه. وبعد ما يومن بتشوف اليافطة وبتختار المكان اللي هتقعد فيه، بيظهر بعدها إنها اختارت المكان الغلط وبيقعد بعيد عنها. وفي تاني يوم بنشوف حد من الطلبة راح ليوكا وبيتكلم معاه، وبيطلب منه يساعده علشان يعترف للبنت اللي بيحبها بمشاعره. وبعد ما يوكا بيوافق انه يساعده وبيمشي معاه، بيظهر ان يومن كانت سمع كلامهم وبتعرف ان يوكا عايز يساعده. وساعتها يومن بتقرر تستغل كلامه معاه وتراقبهم علشان تعرف اذا كان يوكا عنده معلومات عن الحب. وبعد ما يومن بتطلب من الموظفه بتاعتها تراقبهم، بنشوف بعدها الموظفه بدات تراقبهم بطايرة عليها مسجل. وبيظهر بعدها ان يومن كانت عندها سماعه وبتسمع كلامهم، وبتلاقي يوكا كان بيقول لصاحبه يروح يعترف لها بحبه دلوقتي. وبعد ما الطالب بيروح لصاحبته سولو بيعترف لها بمشاعره، بيظهر ان سول كانت معجبة بيه وبتوافق تكون حبيبته. وبتكون يومن سمع كلام صاحبتها سولو مستغربة بسبب انها وافقت على طول وما كانتش محرجة. وبتلاقي بعدها صاحبتها إيزومي جات لها وبتقول لها اسم حيوان بيضحكها، وبتكون يومن مش قادرة توقف تحكي وبتقول لها تفضل ساكتة. وبعد ما يوكا بيوصل لمكتب مجلس الطلبة، بتبدأ إيزومي تتكلم معاه، وبتكون عايزه يقول اسم الحيوان اللي بيضحك يومن. وما يوكا بيحاول يقول الاسم وبيلاقي يومن بدأت تقطع كلامه، بيبدأ بعدها يتعصب وبيمشي من المكان. وفي تاني يوم بتصحى يومن بتكون تعبانة، وبتقرر انها هتقعد في البيت ومش هتروح للمدرسة. وفي نفس الوقت بنشوف يوكا كان بيتكلم مع إيزومي صاحبتها، وبيعرف انها عايزاه يمضي على الورق مكان يومن. وما يوكا بيسأل إيزومي ليومن ما جاتش للمدرسة، بتقوله انه كان متعصب امبارح واتخانق معاها، وانها بعدها تعبت وما جاتش للمدرسة.
وبنشوف بعدها يوكا راح للقصر بتاع يومن وبينصدم من جمال القصر، وبيعرف وقتها من الموظفة بتاعتها انها نايمة. وبعد ما الموظفة بتاخد يوكا لأوضة يومن بتقوله بعدها ان يومن هتصحى تاني يوم مش فاكرة حاجة بسبب مرضها، وبتعرف بعدها يومن انه جالها للبيت علشان يطمن عليها، وبيكون باين عليها مبسوطة وبتبدأ تعمل حركات غريبة، وبيكون يوكا شايفها جميلة جدا وبيغمى عليه. وبتصحى بعدها يومن بتكون مش فاكرة ان يوكا جالها للبيت، وما يومن بتلاقي يوكا كان مغمى عليه ونايم جنبها، بتوقعه بعدها على الأرض وبتتخانق معاه، وبيحاول بعدها يوكا يشرح لها اللي حصل، بيقولها انه أغمى عليه لكنها بتكون متعصبة وبتقوله يمشي. وبعد ما يومن بتروح للمدرسة وبتتكلم مع صاحبتها سول، بتقولها ان في واحدة صاحبتها اتخانقت مع زميلها وعايزة تتصالح معاه، وبتكون سول مش عارفة انها بتتكلم عن نفسها وعايزاها تساعدها، لكنها مش بتديها إجابة واضحة ومش بتعرف يومن تستفاد منها. وفي نفس الوقت بنشوف يوكا كان بيتكلم مع صاحبه وبيقوله ان في حد صاحبه اتخانق مع زميلته وعايز يعتذر لها، فبيقول صاحبه ان البنات بيتضايقوا بسرعة كبيرة، وبيكون مش عارف ان يوكا بيتكلم عن نفسه وعايز يتصالح مع يومن. وبعد لحظات بتكون يومن ماشية وبتتقابل مع يوكا اللي كان بيعتذر لها على اللي حصل، بيقولها انه كان عايز يزورها، وساعتها يومن بتقوله انها كانت مش فاكرة حاجة بسبب مرضها، وبتعرفه بعدها انها مش متضايقة وبتتمنى له السعادة في الأجازة. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف يوكا كان قاعد لوحده في فترة الأجازة، وبيظهر ان يومن كانت قاعدة لوحدها هي كمان وعايزة تشوفه، وبتلاقي وقتها الموظفة بتاعتها جت لها وبتتكلم معاها، وبتعرف ان يوكا قاعد لوحده هو كمان ونشر على صفحته في تويتر. وبعد ما الموظفة بتقول لها تعمل حساب هي كمان على تويتر وتتابع اخبار يوكا، بتقول لها يومن انها مش عايزة تعرف عنه اي حاجة. وفي يوم بنشوف يوكا كان بيبص في الموبايل وبيلاقي يومن كانت عاملة حساب على تويتر، وبيكون مستغرب من اللي حصل ومش عارف امتى عملت الحساب. وبيلاقي بعدها الطلبة ايزومي بعتت رسالة لجميع الطلبة وبتعرفهم انها تروح تبص على الالعاب النارية وعايزاهم يجوا معاها. وبيظهر وقتها ان يوكا ويومن كانوا مبسوطين علشان هيروحوا يشوفوا الالعاب النارية، وبتبدأ يومن تاني يوم تتجهز وبتختار الهدوم المناسبة. وفي نفس الوقت بنشوف يوكا كان رايح بالعجلة للمكان اللي هيتعمل فيه عروض الالعاب النارية، وبيفضل بعدها مستني يومن علشان يدخلوا مع بعض. وبالليل بنشوف الموظفة بتاعت يومن راحت ليوكا وبتبلغه ان يومن مش هتيجي تبص على العرض بسبب ان والدها منحها وقال لها تقعد في القصر. وبنشوف بعدها يومن عملت منشور على تويتر وبتقول انها عايزة تبص على الالعاب النارية مع صحابها، وبيكون يوكا شايف المنشور متأثر من كلامها، وبتقرر وقتها يومن انها تهرب وبتنط من الشباك، لكنها بعدها بتقع على المية وبتبهدل شكلها. وبتكون يومن مش مهتمة للي حصل وبتبدأ تجري ناحية مكان العرض، بس بعدها بتعرف ان العرض انتهى وبتروح تعيط لوحدها. وما يومن بتقول انها كانت عايزة تقعد مع صحابها وتبص على الالعاب النارية، بيظهر لها وقتها يوكا وبيقولها انه هياخدها لمكان تاني. وبتكون يومن مستغربة وبتسأله ازاي عرف بمكانها، وبتعرف بعدها انه شاف المنشور بتاعها وراح لبيتها، وبيقول لها بعدها انه عرف انها هربت وابتدأ يراقبها، وبياخدها ساعتها وبيروحوا مع صاحبهم بالعربية. وبعد ما يوكا بيخليها تبص على الالعاب النارية وبتكون مبسوطة، بتبدأ بعدها تبص ناحيته وبتقول انه اكتر شخص حبته. وفي تاني يوم بنشوف يوكا بدأ يفتكر لما راح لها واخدها معاه، وبيبدأ انه يتعصب وبيكون فاكر انها عرفت انه معجب بيها. وبعد ما يومن بتروح مكتب مجلس الطلبة وبتتقابل مع يوكا، بتلاحظ انه كان محرج منها وبيفضل يتجاهلها. وبتخلص بعدها السنة الدراسية، وبنشوف يومن وصحابها راحوا لمكتب مجلس الطلبة وبياخدوا الحاجات بتاعتهم، وساعتها يومن بتقع على الأرض وبتكون تعبانة، وبيكون يوكا خايف من اللي حصل وبيروح يطمن عليها. وبعد لحظات بنشوف الممرضة راحت تتكلم مع الدكتور باللي حصل، وبيتم بعدها نقل يومن للمستشفى بطائرة هليكوبتر. وبنشوف بعدها الموظفة بتاعت يومن راحت تطمن صاحبها، وبتقول له ان الدكتور الخاص بحالتها في غرفة العمليات وبيعالجها. وبعد ما الدكتور بيعمل لها الفحوصات الطبية وبيطمن عليها، بيبدأ بعدها يتكلم في التلفزيون وبيقول انه شاكك ان عندها مرض القلب زي والدتها. وبيظهر وقتها ان يوكا كان قاعد مع عيلته وبيشوف الدكتور وهو بيتكلم في التلفزيون، وبيعرف ان يومن لازم تبعد عن التوتر وتحب الحياة. وبيبدأ بعدها الدكتور يرقص بشكل غريب وبيعرف الناس ان الرقص بيخلي امراض القلب يتبسطوا وينسوا التوتر. وبعد مرور عدة أيام بنشوف يومن خرجت من المستشفى وبتروح للمدرسة، وبتقول لصحابها إنها رشحت نفسها كرئيسة مجلس الطلبة، وبيكون يوكا مش عايزها تاخد مسؤولية كبيرة وتأثر على قلبها، وبيقولها إنه هيرشح نفسه هو كمان وهيكسبها. وبتبدأ بعدها حملة الانتخابات في المدرسة للسنة الجديدة، وبنعرف إن يومن جابت فلوس للطلبة علشان يصوتوا لها. وفي يوم بنشوف يومن كانت بتتكلم مع الموظفة بتاعتها اللي بتقولها إنها عرفت إن صاحبتها إيزومي بتقابل يوكا وبتديه معلومات عن الحملة الانتخابية. وبتكون يومن مش مصدقة ان صاحبتها ايزومي تخونها، بس الموظفة بتخليها تشوف الفيديو اللي صورته وهي بتراقبهم. وبيجي بعدها يوم النتائج، وبتطلع يومن تتكلم مع الطلبة وبتشكرهم على دعمهم ليها. وساعتها يومن بتبدأ تفتح صاحبتها ايزومي ويوكا قدام الطلبة كلهم، وبتقولهم ان هم غشوا في الانتخابات علشان يكسبوا. وبيكون الطلبة كلهم مستغربين من كلامها وبيقولوا ان يوكا طالب كويس، بس يومن بتخليهم يشوفوا الفيديو اللي معاها علشان يصدقوها. وبتحاول بعدها ايزومي تتكلم مع يومن، بتقولها انها فاهمه غلط، بس يومن بترفض تسمع منها ومش بتديها فرصه تتكلم.
وساعتها يوكا بيبدأ يتكلم معاها وبشرح لها اللي حصل، وبيقولها انه عرف من الدكتور بتاعها ان الرأس بيخلي امراض القلب تتحسن حالتهم، وبيقولها كمان انه كان بيتقابل مع ايزومي علشان يتدربوا على الرأس ويرقصوا بعد الانتخابات، وبيبدأ بعدها يرقص مع ايزومي علشان يثبت لها كلامه. وبنلاحظ ساعتها ان يومن بداية تتضايق وبتعرف انها ظلمته، وبتقول بعدها للطلبة ان يوكا يستحق منصب رئيس مجلس الطلبة، وبتقول لهم كمان انها في يوم حطت فلوس على الارض علشان تشوفه هيعمل ايه، لكنه اخدها رجل الامن علشان يعرف مين صاحبها. وساعتها يوكا بيقولها انها كمان كويسه وتستحق المنصب بداله، لكنه قرر يترشح للانتخابات علشان يبعدها عن التوتر اللي هيأثر على قلبها. وبتبدا بعدها يوم تشرح له باللي حصل معاها، وبتقول ان ما عندهاش القلب وان الدكتور اتاكد من الفحوصات، وبتقول له كمان انها كانت تعبانه وقتها علشان بعدت عنه لفتره طويله، وان الدكتور طلب منها تروح للشخص اللي بتحبه وتعترف له بحبها. وبعد ما يومن بتقول له يوكا انها معجبه بيه وبتعترف له بمشاعرها، بيبدا بعدها يوكا يعترف لها بمشاعره هو كمان، وبيقول لها انه بيحبها ومش هيستغنى عنها. وبيلاحظوا وقتها ان الطلبه كانوا شايفينهم وبيكونوا محرجين، بس بعدها الطلبه بيسقفوا لهم. وبنعرف بعدها ان نتائج الانتخابات ظهرت وكسب يوكا، وبيقرر بعدها انه يختار يومن تكون النائبه بتاعته علشان يفضل جنبها. وبنلاحظ وقتها ان يومن كانت مبسوطه علشان اختارها تكون النائبه بتاعته، لكنها بتفضل مغروره ومش بتبص له. وبيظهر ساعتها ان يوكا كان بيضحك هو كمان مش عايز يبص لها، وبيكون عايزها تبدأ تتكلم معاها علشان هو يتكلم معاها. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.